التواصل يستمر مشاهدينا الكرام في كل مكان مع انطلاقة هذا الشوط. الشوط الثاني والعشرون في منافسات هذه الليلة من خلال مع الأبكار الإنتاج، حيث نسير بحضراتكم مشاهدينا الأعزاء بدفعة جديدة من هذه الدفعات المسائية. 30 شوطا احتضنت هذه الفترة المسائية من خلال تحديات هجن أبناء القبائل في منافسات سن الحقائق، هذه اللبنة الرئيسية الأولى بالنسبة لأشواط الإنتاج والمنتجين بكل الشعارات الخليجية. أهلا وسهلا بالجميع إلى المقدمة وإلى الصراع الأول، إلى ناموس هذا الشوط بعدما شاهدنا وتابعنا العديد من هذه المنافسات والدرر المسائية. نذهب إلى درر الإنتاج. مقدمة الشوط هذه شامة محمد بن سهيل بالدليلة العامري يبدأ في السيطرة والمقدمة على ناموس الشوط. تليه في المركز الثاني دمعة أحمد بن سهيل بن مسعود العامري يحتل المركز الثاني. النقلة إلى المركز الثالث، هناك شعار مسلم بالزفنة، العامري بنايد يصل يحتل المركز الثالث. المركز الرابع وصول إلى الكايدة، عبيد بن سعيد بن هادوم الاكتبي على المركز الرابع. المركز الخامس من الجانب الآخر في هذه اللحظات شعار سعيد بن مهنة المحرمي، ولكن تدخل سريع من هذه الشعارات من هذه الأسماء. شعار بن غدير يصل على المركز السابع في هذه اللحظة، وهذه اللي أمامكم هذه الروية، الروية راشد بن سالم بن راشد بن غدير يتقدم مع الروية. المركز الثامن وصلت ظن ذياب بن مبارك الجنوبي احتل المركز الثامن. المركز التاسع شعار بن سرداح يصل هنا مع المسك، عبد الله بن راشد بن سرداح بينما بن حلوة في المركز العاشر. هذه وصايف محمد بن احمد بن حلوة الاجتبي، هذه العشر الاسماء اللي ذكرناها لحضراتكم في هذه اللحظة وهي تسير بمسار هذا الشوط كما نشاهد اشواط الانتاج والمنتجين. وعودة الى الروية، الروية والروية تغذي الميدان كله. هذه الروية حضرت على مقدمة الشوط، راشد بن سالم بن راشد بن غدير على صدارته بينما المركز الثاني. شوف التسلل، شوف الهجوم القوي والمثير من قبل ظن ذياب بن محمد بن حميد الجنوبي يحتل المركز الثاني. المركز الثالث الكايد عبيد بن سعيد بن محمد بن هادوم الاكتبي يحتل المركز الثالث. اما المركز الرابع فهنا تدخل من قبل شامة محمد بن سهيل بالدليلة العامري يحضر بحضور هذه الشخصيات الهامة. هنا مسلم بن فالح بن مسلم العامري يصل ويحتل المركز الخامس. المركز السادس هذه اللي وصلت الان على المركز السادس، همجاد سالم بن محمد بن العكاري العامري وبن سرداح عبد الله بن رايد بن سرداح في المركز الثامن. المركز التاسع اسماء جديده وصلت 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 اسماء جديده حاضر شقره سالم بن حميد بن حمود الدرعي وصل هذا المركز الثامن. المركز التاسع 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 ولكن هذه العاشره غزل عيسى بن حمد بن مبارك المري الله يبارك يا بن مبارك. هذه الاسماء الروية، الروية لا زالت تسقي الميدان كله، لا زالت مسيطرة مشاهدينا الكرام. يا على مقدمة الشوط الكل والاخير طار بن غدير، طار بن غدير راشد بن سالم بن راشد بن غدير بناموس هذا الشوط حتى هذه اللحظات. لكن شوف الهجمات الحاضرة، الدرعي هاجم، الدرعي هاجم بن حمود يقدم شقرة سالم بن حميد بن حمود الدرعي، ولكن شوف الواصلين هذه اللي وصلت الان، هذه جمانه سلطان بن سالم بن سيفه الدرعي وصل خذ المركز الثالث. الثالث بن العميمي على المركز الرابع بينما العوده الى الرويه، الى الرويه، الى الرويه. لكن الدرعي، الدرعي بدا يزف الاخبار الى خالي القوع. هذه جمانه سلطان بن سالم بن سيفه الدرعي مشاهدينا الاعزاء غير على ناموس الشوط، غير على ناموس الشوط.
الشوط غير الى الصداره الى القمه. سلام يا الدرعي سلام من غدير لا يزال مع الرويه، الرويه راشد بن سالم بن راشد بن غدير، وكذلك الدرعي بن حمود يحاول في هذه اللحظات، سالم بن حميد بن حمود الدرعي يالله يا سلام، ثنائيه لاهالي القوع، ثنائيه لاهالي القوع، لكن سيطرت جمانه 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 جمانه، هذه في المقدمه تعود ملكيتها مشاهدي اعزاء سلطان بن سالم بن سيف الدرعي، تهانينا والناموس يا الدرعي على فوز جمانه بالمركز الاول، سلام وتحيه لاهالي الرقيعات، لاهالي القوع، سلام سلام سلام، هذا الناموس المستحق، المركز الثاني وصلت من خلال شقره سالم بن حميد بن حمود الدرعي، المركز الرابع الرويه لراشد بن سالم بن راشد بن غدير، المركز الخامس او الرابع هذه مشاهدي الاعزاء المركز الرابع وضوح يعروف بن صغير بن مرخان اجتمع، المركز الخامس هذه الذاير حمدان بن حمد الدرعي، هكذا النتيجة، عودة للتوقيت وجمانة 5 دقائق 58 ثانية 8 أجزاء من الثانية، تهانينا لمالكها مشاهدينا الأعزاء سلطان هذه جمانة سلطان بن سالم بن سيف الدرعي، المركز الثاني 5 دقائق 59 ثانية 8 أجزاء من الثانية، حيث كانت شقرة سالم بن حميد بن حمود الدرعي حلت في المركز الثاني. المركز الثالث هذه مشاهد اعزاء شعار حامل رقم 4 وضوح يعروف بن صغير بن مرخان الكتبي، تهانينا ب6 دقائق و3 أجزاء من الثانية على الفوز والانتصار.